الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه عن القطاع الزراعي بنشاهد متغيرات جديدة. النهاردة احنا بنتكلم على تباين شديد في درجات الحرارة، وده بيؤثر على المحاصيل الزراعية مش في مصر بس، لا على مستوى العالم. التغيرات المناخية لها تأثير سلبي شديد على المحاصيل الزراعية أو على القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني على مستوى العالم. ده بيقلل من إنتاجية الأراضي الزراعية لأكثر من سبب، لأن أنت بيحصل عندك مشاكل فطرية وحشرية ومشاكل في مراحل النمو المختلفة بتؤدي إلى تقليل الإنتاج. ده بيحتاج ان احنا نستخدم العلم او نطبق العلم في القطاع الزراعي علشان نقدر نحافظ على انتاجية الاراضي الزراعية وايضا خصوبتها. من هنا كان مهم جدا ان احنا نشيد الى اهمية مشروع قومي ضخم اطلقته الدولة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو انشاء 100,000 فدان صوب زراعي. المشروع ده مش مجرد حدث تم افتتاحه وتابعناه واتكلمنا عنه واشدنا بيه والموضوع انتهى، لا ده مشروع قومي فعلا بيخدم وبيأمن الامن القومي الغذائي المصري. النهارده انت الزراعة المحمية أو الزراعة داخل الصوب أنت بتوفر البيئة المناسبة لنمو المحاصيل المختلفة، بتحميها من التغيرات المناخية، بتتحكم في كل مدخلات الإنتاج، انتقاء البذور، معدلات التسميد والري، استخدام المبيدات في وقت الحاجة أو البرامج المكافحة، فأنت عندك ضبط لمعايير الزراعة داخل الزراعة المحمية أو داخل الزراعة في الصوب. مشروع مهم جدا، والمفروض إحنا كمصريين وكمتعاملين مع القطاع الزراعي ما نتوقفش عند 100,000 فدان صوب زراعية، ونبتدي نتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، ولأنها هتزود من إنتاجية الأرض الزراعية، هتخلق فرص عمل جديدة، هتديني منتج أفضل بكثير هقدر أقاوم بيها التحديات المناخية المفاجئة التي تهاجم محاصيلنا الزراعية. مشروع مهم جدا، وهو مشروع فعلا لأول مرة يكون فيه طفرة في القطاع الزراعي أهم من طرح أراضي زراعية. من سنين كان بيتم طرح أراضي زراعية لمشاريع القطاع الزراعي أو للزراعة، وكان بيتم المتاجرة في هذه الأراضي أو استخدامها في الغرض غير المخصص للزراعة، وكانت المحصلة في النهاية ضعيفة جدا بالنسبة لأسماء هذه المشاريع. لكن النهاردة لما الدولة توفر 100,000 فدان صوب زراعية فهي بتخلق نمو جديد داخل القطاع الزراعي يقدر يحقق الأمن القومي الغذائي للمصريين. اللي محتاج ينفذ هذا النموذج احنا موجودين معاه علشان نوفر له المعلومة والإرشاد، وعلمائنا في مركز البحوث الزراعية ما بيتأخروش على أي مواطن. من المهم جدا ان احنا نبتدي نطور من أدواتنا. الزراعة التقليدية أصبحت تواجه مشاكل كثيرة. الزراعة التقليدية في استخدام الكهرباء أو الديزل، واحنا عندنا الطاقة الشمسية وغنية، عندنا غنى في الطاقة الشمسية. تطوير منظومة الري وشبكات الري الحديثة لتقليل الفاقد والهادر من المياه واستخدام كل قطرة مياه. احنا لازم نخرج من الزراعة التقليدية. مشروع تطوير الري الحقلي والإسراع بتنفيذه ودخول القطاع الخاص، من المهم جدا أن يكون في سرعة في تنفيذ هذا المشروع.
النهارده احنا بنتكلم في موسم توريد القمح، الحمد لله معدلات التوريد جيده، الحمد لله مفيش ازمات، مفيش تكدس، لكن في نفس الوقت احنا عندنا نمط تعودنا عليه في صناعه رغيف الخبز. ابتدت الذره تدخل بنسبه، الذره الشاميه، وده فيه مميزات ان احنا بنقلل الاستيراد من الخارج او بنحافظ على المستوى، لان احنا عندنا زياده سكانيه تلتهم كل انتاج. في نفس الوقت هو كما اكد خبراء التغذيه ان هو افضل صحيا، وان شاء الله ممكن يكون بكره معانا مداخله نتكلم فيها عن الفوائد الصحيه لدخول الذره في تصنيع رغيف الخبز عشان يبقى كلام علمي ودقيق. لكن النهارده في جهود اخرى العلماء بيقوموا بيها، لان احنا عارفين ان مصر بتعاني وعدد من دول العالم والدول العربيه والافريقيه وغيرها من مشكله نقص الغذاء وعدم انتاج ما يواجه الزيادات السكانيه في العالم. هيفضل رغيف العيش او الخبز المصدر الرئيسي لغذاء الناس في العالم، وفي مصر فعلا بيتربع القمح على راس منظومه انتاج رغيف الخبز. عشان كده احنا بنزرع منه في مصر ما يقرب من 3.5 مليون فدان، اي ما يقرب من نصف مساحة الرقعة الزراعية، تزرع نصف المساحة الزراعية قمح في العروة الشتوية، وده على حساب باقي المحاصيل الشتوية الهامة الاخرى زي الفول والكتان والبرسيم والبسلة. يعني انا علشان ازود القمح بستورد فول، وعندي محاصيل اخرى كتير ممكن ان انا استفيد بالارض الزراعية لو قدرت ان انا اقلل من القمح، بس بشرط ان انا يكون عندي اكتفاء ذاتي وان انا ازود انتاجيه الفدان. ورغم كل ده ومع التقنيات الحديثه والابحاث والارشاد والعلم والخبراء ايضا، ان الانتاج لا يصل الى 9 مليون طن قمح من كل هذه المساحه، وده بيكفي نص استهلاك مصر. بنستورد النص الباقي بالعملات الصعبه او بالدولار، وده بيحمل ميزانية مصر عبء ثقيل وبيؤثر عليها. علشان كده كان لابد ان يكون في محاولات علمية لحل مشكلة او ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، وفي حلول مبتكرة مهم جدا. بس انا عاوز اكد على نقطة، ان احنا لازم نبتدي في تغيير الأنماط الغذائية ممكن نكون اتعودنا عليها وهي غير صحية، وده الجزء اللي أنا هناقشه في الفترة القادمة مع المتخصصين بإذن الله. ده هياخد وقت، وممكن نبتدي بالأجيال القادمة ان احنا نعودهم، لأن هي عادات غذائية تعود، وممكن الإنسان بالتعود يقدر يغير من أنماط وسلوك كتير. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.